علي العين وانا بعيني دمعي كسر قلبي الزمن من دون ربعي علي العين وانا بعيني دمعي كسر قلبي الزمن من دون ربعي لا رحمتني مرة بس عاني يا مجروح حملني زماني لا رحمتني مرة بس عاني يا مجروح حملني زماني صرخ قلبي وزماني صرخ صوتي صرخ قلبي وزماني صرخ صوتي وما لي غير رب اشكي له وادعي وما لي غير رب اشكي له وادعي امشي وثار جرح بقلبي شلته عطشان ولقيت المرجى راته امشي وثار جرح بقلبي شلته عطشان ولقيت المرجى راته وصلت الموت انفاسي الأخيرة عشيرة تشيني عشيرة وصلت الموت لانفاسي الأخيرة عشيرة تشيني ذبني عشيرة ولا واحد عرفني وفهم طبعي وما لي غير رب اشكي له وادعي وما لي غير رب اشكي له وادعي علي العين وانا بعيني دمعي كسر قلبي الزمن من دون ربعي أنا ما أريد قمر وامها بديرة شفت شلون عيونهن برحة وكانن يكلمن عطوان وكانهن متوكدات انه كذوب يا أخوي أنت متوكد منه كذاب؟ لا بالله ما أنا متوكد لكن دعاج قال لي أنه شاف قمر وامها بديرة المرباع عند مرعد ولو كان هذا اللي اسمه مرعد يا كذب ما خطر ببالك وش اللي نساوي؟ وطفة ما أنا فاهم عليك تريدين أن يطلع عن حريم الشيخ سلمان ولا ما تريدين ان يطلع عن حريمه ما يهم وش اريد الحين انا المهم حنا نتوكد من الحقيقه بالاول وبعدها نتصرف اقصر الهرجه وطفه وش بدك مني اساوي السالفه الحين بها فارس وبها قتيل وما عادت سالفه تخلاف بيننا وبين قمر وامها والحين يتدخل قاضي العرب وما اريدك تكون صغير بعيون القبائل يا اخوي وطفه انا ما افتهم مثلك وش ودك من اساوي صيف وش تريدين يا قمر فارس وصالي اشوف طلباتك خفيان صيف هذا عشاك لكن اريد منك معونه اريدك تعاوني اشوف فارس وشلون اعاونك ودك تجيني بنص الليل وتجيب معك هدوم رجال وتبعد الحارس عن الحفره لسبب تقدر يا نصيص ودك تهربي فارس من الحفره ها فارس ما ينهزم لا يا نصيص لكن اريد اشوفه اريدك تعاوني يمكن تعز عليك انا وفارس ها يا نصيص ايش قلت انا عاونك Thank you.
فارس اطلق عليه النار برضه قتيل يا شيخ مجهد، النار برضه قتيل يا شيخ مجهد. كان وده يذبح القمر. تاخذوا فارس تحطونه بالحفره. وجابك هان ما قدرت ما ودعك بعد كل اللي عملته لجلي. تعرف انصاص هو اللي ساعدني لجل اشوفك. فارس ما اريد اوصيك على روحك، وانا بعد ما راح اثبك الديره لحد ما الله يثبت برايتنا انا وياك. تسلمي يا قمر، لكن ما كان لزوم تيجي لهان، لانه لو شافك احد تكبر السالفه. وش اساوي؟ ما قدرت ما اشوفك واقول لك مع السلامه. سلم عليك قمر. قول سلم عليك فارس. مثل ما وعدت عن قريب أجيب لك العلوم اللي تسر قلبك. وأنا استنى وعدك يا فارس. سطام سطام. ها يا وطفة شو تريدين؟ انصيصة بخدر قمر وامها وغلق باب البيت. وش شفت الحين دخل بيتهم؟ الحين نروح عند عمي مشحم والهنوف وخلهم يشوفون بعينهم. يلا يا وطفة. سطام خرج احد؟ لا خرج احد ولا دخل احد وانا مراقب. انت متوكد؟ اي متوكد. يا حيف يا حيف يا حيف، نزعج الحريم بالليل. طولوا بالكم الحين نتوكد من السالفه. ما وديش تبطلي ترمي بلاتش على الناس؟ ما بي احد، قمر وفضه ونايمات. الحق ما هو عليكم، الحق علي انا اللي صدقتكم. يلا يا هنوف يلا يلا يا الربع كل واحد لبيته. يلا خير تشفى فضحتنا طلعتنا كذابين قدام الربع. بالله العظيم اني شفت نصيص يدخل البيت. شلون يدخل البيت ويكون النايمات ويختفي؟ اللي شفتيه كان نصيص ولا كان رجل ثاني؟ علامك انت الثاني ما انت مصدقني. انا متوكده من اللي شفته. وكاد انه قمر مخاوي. لا تمسخر علي يا سطام، قلت لك شفته بعيوني هذول. من كثر ما تكرهين قمر صرت تشوفين الما موجود موجود، تتخيلين وتصرفين من راسك. لكن الحين اريدك بشيء اهم. وش هالسالفه لها؟ سالفتك ما دعاج. موضوعي انا ودعاج؟ قلت لك لو ما يضل رجال بالديره ما اخذ دعاج يا سطام. انا اريدك على سنه الله ورسوله ومستعد للمهر اللي تطلبينه. انت ما تستحي على روحك؟
أنا أخذك أنت؟ أنت ما تدري أني مخطوبة للشيخ فارس ولد عمي الشيخ مجحم؟ أنا أعلم منك بفارس. فارس لو أريده وش اللي وخر عنش للحين ما يتزوج؟ وش اللي وخر عنش للحين ما يتزوج؟ ما ظل علي غير دعاج. اسمع فارس، أريد أبعثك مع أربعة من الفرسان، بريد عقع الطريق، والحين خلي مطلق يتوكل على القمر قدام الشهود. اللي تشوفه يبا، لكن أرجاك أريد أودع أمي. لكن ما توخر يا ولدي. على مرك يبا. قمر؟ نعم يما. أنت طلعت أمس بالليل؟ أي يما طلعت. لوين طلعت؟ واليوم للخالة طبعا. تكذبين علي يا قمر؟ تظنين أني كنت نايمة وماني دريانة بروحي؟ يا خسارة يا قمر. يا قمر أنا كنت صاحية عليك من طلعت الحين مع عودتي، وكنت صاحية بعد حين لفت الهنوف ومحى وطفة. أنا سويت حالي نايمة ومن دريانة بروحي، وكاد شفت فارس مو هيك؟ أيوم وما أكذب عليك، فارس كل اللي يصير له لجلي، وكان لزوم أشوفه هو ودع وأقول له كلمة حلوة قبل لا يروح للقبوة. لو حد شافت يا قمر على عالم الله وش اللي يصير. مير طمنيني يا بنيتي، طمنيني لأجل أتطمن عليك. حد شافت؟ حد حس عليه؟ تطمني يما، ما حد شافني. انصيص ساعدني وطفة وكادنها شافت رجل دخل بيتنا، عشان هي جابت عمي مجحم وخالتي هنوف، لكن أنا يوم شفتهم عملت روحي نايمة. قمر يما، برضاي عليك يا بنيتي، ما ودنا مشاكل، وبعد ما ودي إياك أتخلى حد يشعر بيك حين ترد عليه هدوم لانصيص. ليه ما تروح مع ولدك يا ابو فارس؟ ما يجوز يا الهنوف، انا شيخ الديرة وولدي هو الغريب، وبعدين هذه ما هي اول مرة ولدك يغيب عن الديرة، صحيح ولا مو صحيح؟ ما هي اول مرة صحيح، غير هالمرة قلبي ما هو مطمن. ولدك ما رايح رحلة قنيص، لو رايح يتعلل، رايح للقاضي حتى يحكم بيه، وتريدني ما أقلق؟ يوكلي بالله يما، بإذن الله أرجع لك مثل الثوب الأبيض. عيني خير يا مفارس. ترى يا الربع أولادي ما معه سلاح، ديروا بالكوا عليه، تسلمونه للقاضي وتنتظرون حتى يحكم عليه. القاضي طلب كفيل، فرنت كفيله يا نواش. تامر يا شيخ، أنا كفيله ولو عرقبتي. لا تخافي يوم، عيني خير. فمان الله يا وليدي. اظهورها يا رجال، توكل على الله. يلا يا رجال. الله يردك سالم غانم يا أخوي. Thank you.
يبا، ما اريد اشوفك على هالحال. يا بعد شاب دبوج انت عناد قطع قلبي يبا. عمه يا عمه، عمي عناد وسالم بيفلوا الديره. يبا عناد عود هلا بالفرسان. يا هلا عناد يا وليدي. يبعد شبد ابوك انت. تفضلوا تفضلوا تفضل. عنك يا اخوي. تفضل وقعد. يا هلا يا هلا بالغالي. يا هلا والله. اقعد يا ابو اقعد. تترك ابوك كل هالمده يا عناد؟ ما يخالف يبا، ما يخالف. الديره نورت يبا، الحمد لله بسلامتك. بالمهلي يبا. الحين تدري وش اللي صار يا شيخ؟ متلوم عناد. يما اخوي عناد لفا. يا فرحتك بخوك، تقولي لفة سبع البراري من قميصي الاسود. وش يصير يعني لو لفة ولا جه ولا راح؟ انت وابوك مصيركم ضيعوا مثل اخوك. يما اخوي عناد ما هو مضيع مثل ما تحب تقولين. اخوي مريض واخرته يشفى، وجب نقف جنبه. يما ليه ما تعاملين عناد مثل اخوي دعاس؟ علامك انت بلا ما انت فاهمه. ويش افهم يمه، الشيخه ولا المال؟ الله لا رد الشيخه ولا المال. ظفر اخوي يسوى الدنيا يمه. هذا اخوك اللي مضيع عندك، ايش بعيبه؟ يبا يا قمر، جرت العاده ان الحرمه ان ما قدرت تروح للقاضي توكل احد مكانها، وحنا حتى نريحك من عن السفر والتعب. عمك مطلق رضي يروح مكانك، وش رايك؟ موافقه ولا ما انت موافقه؟ اللي تشوفه يا شيخ. الزوم نسمعها منك يا بنيتي، موافقه ولا ما انت موافقه؟ موافقه يا عمي. وانت مطلق موافق تكون وكيلها؟ ايه موافق يا شيخ. وتحمل اي نتيجه للحكم؟ ايه يا شيخ. شهدتوا يا شهود؟ ايه شهدنا يا شيخ. شهدنا. اسمع يا مطلق، اريدك تسمع السالفه من قمر، تفهمها زين وتحفظها. انت قدام القاضي مكانها، فهمت؟ ايه فهمت يا شيخ. قول يا قمر واسمع يا مطلق. الحين اسولف له اللي صار من اول لاخر. هذا من يدي وانا ولد ابوي. الرجل اللي يسوي الردية جزاته الموت. هذاك بشيء؟ لا لا ما يقدر يأذيني، أنا دافعت عن روحي. وانت الويه تجيني الغدير لحالك وقت الغروب؟ كنت روحي زهقانة، كنت اجي الغدير اشم الهواء. انت بخير؟
جماعة يا فارس نرتاح شوي ونريح الخيل بعدها نكمل طريقنا اللي تشوفه يا نواش وحنا طول عمرك بالله يا أخويا فارس ما أريدك تشيل أي ضغينة بقلبك ناحيتي ما عليك يا نواش أنا أدري أنه ما طالع بيدك شيء نرتاح الحين هذا الوسم ما انتبهنا له انعمت قلوبنا يوما ذبح الرجل وكاد هذا الوسم لصاحب الخيل وكاد لو عرفنا من صاحب الوسم نعرف من هو القتيل اسمع يا فواز نعم يا عمي اريد موضوع الوشم يفضل سر بيني وبينك الحين ارسل الفرس يم القاضي هو وكاد يعرف من هو صاحب الوسم تامر يا عمي يوبا وقدرت انهزم منهم هيك لعت عرفت اسم واحد منهم هذول قطاع الطرق او مغارتهم وين يوبا لو اني ارجع البرية يمكن اندل عليهم هيك لعت اسمعني زين يوبا انت ارتاح الحين ونشا ما يرتاحوا ومن باكر مع فشط الضوء خلي مشعل وراكان وطحيمر دوسين الظلمة قاهرين الخيل واللي عليها بنغير عليهم على مغرهم مهدرة الشيخ مصلت اللي تنباك وله وليد عناد اللي ينضرب يوبا إذا تريد من باكر نشن غزوة عليهم عناد خلص روحه من قطاع الطرق وانت صدقتي هذه السالفة تلاقيه كان داير بالبراري يمه ليه دوم تحطيه من قدر اخوي عناد عامليه مثل دعاس تقولين اخوي عناد ما تقولين اخوي دعاس اخوي دعاس على العين والراس لكن يمه دعاس من قنيص لقنيص وما مشى ما هو زين يمه اياك اسمعك تنطقيها مرتين ثانية دعاس ما مشى زين ويستحق يكون الشيخ بعد ابوك عقلك يا قمر بعد هان يمه بعد هان ولا راح مع اللي راحوا يا يمه
مش قصدك يما. انت فاهمه قصدي زين يا يما. يا قمر يا همتي، انت زينه وجميله والكل يتمنالك بنيتي. ما ودي اياك قمر تتعلقي بولد الشيخ. ما هقيت يا يما ان الشيخ ياخذ لولده غير بنت شيخ. ما ودي اياك يا يما تبني قصور بالرمل عند اول حبه ريح تطير. تفهميني يا يما؟ يا يما الحين انا ما افكر بحد، لكن افكر كيف نرجع ديرتنا وترجع عزة نفسنا وكرامتنا. يما يا يما احنا رحنا ولا جينا نظل اغراب حتى لو حطونا فوق روسهم. لا يما، قلبي ما يكذب علي، قلبي يقول انه فارس يريدي وانا اريده، وما هقيت الا انا حبيبه ثاني غيري. ايه يا حري اكرم منها، اكرم يا بنت، انت يا بنت ما تفهمي، اكرم منها اكرم. كانت يوبا هالليل ليل والسيل تقول لغطغطت عشوية هتدمر مغارة اللي فيه عاد. دخل على الله عليك يا شيخ. وصلت يا رجل، علامك وش بلاك؟ دعاس يا شيخ. علام ودعاس، بعدين ليه تاركين الحلال بالمرعى ومعاودينها؟ ولدك يا شيخ يضربنا ويهيننا. قمار!